يا سامعين الصوت، الحاضر يعلم الغايب. احتفالا بعرس السلطانة دلبر والوزير الثاني داوود باشا تقام الولائم، وكل الأهالي مدعوين للاحتفال بهالمناسبة العظيمة. الحاضر يعلم الغايب. ذو الفقار، خلينا نقعد شوي. الشتوية عم تقرب يا مولاي، وبجوز تكون هالسنة قاسية. نحن ليش ما عم نعمل عرس السلطانة بالربيع يا مولاي؟ ماني ضمنان انه عيش للربيع يا ذو الفقار. الموت صار قريب. بعيد الشر يا مولاي، لا تقول هيك، مستحيل تخلي المرض يتغلب عليك. مولاي كيف صار هالشي؟ من وين اجاك هذا المرض؟ طيب الحكمة شو قالوا؟ هالمرض ما له دواء؟ ما في امل بنوب؟ لازم ما نقطع الأمل يا ذو الفقار، ولازم كمان نتصرف على هالأساس، نفكر منيح بكل الاحتمالات. أنا خسرت كل الناس اللي كنت بوثق فيهم يا ذو الفقار، ما بقي لي غيرك. مولاي، ولادي الأمراء وقسم رح يكونوا أماني برقبتك. لو شو ما صار لا تبعد عنهم أبداً يا ذو الفقار، ولا تسمح إنه يصير خلاف بيناتهم بالمرة. مو مصدق اللي عم بسمعه. لساتك شاب يا مولاي، أنت لازم تعيش. مو أنت اللي بتقرر هذا الشيء، هذا قضاء رب العالمين. نحن لازم نآمن بالقضاء والقدر يا باشا، ولأنه نحن مؤمنين فيه منقبل حكمه شو ما كان. لسه بدي منك شغلة تانية يا ذو الفقار. أمرني يا مولاي، أمرني. أنا اتخذت قراري بخصوص اسكندر.